عن قول البخاري في أبواب المناقب من صحيح ذكر معاوية رضي الله عنه. قد قال أيضا في بعض الصحابة الفضلاء ذكر فلان، ما أدري منهم أسامة بن زيد رضي الله عنه أو ابن عباس. على كل إذا أنت رجعت تبويبات البخاري في كتاب المناقب ستجده ذكر أيضا في صحابة فضلاء ذكر فلان. لا يعنينا بالدرجة الأولى شيء قبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالتبويب لعله لم يقع عند البخاري حديث على شرطه في فضل معاوية رضي الله عنه، ولكن يكفينا أن معاوية رضي الله تعالى عنه اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، ولا يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كاتبا من كتاب وحيه غشاشا أبدا ولا كذابا. فرسولنا اتخذ معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي. وبلاد البخاري التي هي بخارى فتحت في زمان أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، فالبخاري ثمر من ثمرات معاوية رضي الله تعالى عنه. بلاده فتحت وأسلم أهلها في زمان معاوية بسبب السرايا الذين أرسلهم معاوية إلى بلاد خراسان وإلى بخارى ونحوها. أما عما شجر بينه وبين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فنرى في هذه المسألة أن عليا رضي الله عنه أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه، وإجمالي القول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.